التدريبية الإقليمية حول الشبكة العربية للمعلومات وأسواق العمل. منظمات أرباب العمل والاتحادات العمالية، حضرات سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مستهل كلماتي أتقدم بالشكر أو بجزيل الشكر باسم الدولة الجزائرية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للسيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وكذلك لمنظمة العمل العربية للإشراف على تنظيم هذه الورشة التدريبية لفائدة جميع أطراف الفاعلة في إنتاج المعلومة الإحصائية خاصة بسوق العمل، والتي تندرج في إطار مخطط عمل منظمة العمل العربية تجسيداً لمشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل. السيدات والسادة، إن هذا المشروع جاء تطبيقاً لقرار رقم 1605 الصادر عن الدورة 44 مؤتمر العمل العربي المنعقد في شهر أبريل 2017 بالقاهرة، من أجل التفاعل مع إدارة الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل لإطلاق الإصدار الإلكترونية الأولى لهذه الشبكة كأحد المشروعات لتنظيم البيانات والمعلومات اللازمة لدعم المؤسسات المسؤولة عن أسواق العمل، من خلال إنشاء شبكة معلوماتية متكاملة تهدف إلى الإسهام في حل مشكلة البطالة والعمل على تطوير سياسة التشغيل والاستخدام في الوطن العربي، بغية الوصول إلى التشغيل الأمثل لليد العاملة العربية وفقاً لإحتياجات سوق العمل العربية. إن الهدف من تنظيم هذه الورشة التدريبية لأطراف الإنتاج الثلاثة هو التعرف على المنظومة المعلوماتية للشبكة والتدريب على الطرق وأساليب تزويد الشبكة بالبيانات والمعلومات اللازمة واستخراج التقارير الصادرة عنها، وذلك من خلال التعاون مع منتجي ومستخدمي البيانات الإحصائية لدى مختلف الأطراف والأجهزة الإحصائية المركزية. وفي هذا الصدد يحتوي إنتاج المعلومة الإحصائية كتركيبة عدة عمليات، منها جمع المعطيات، استغلال التقارير الإحصائية ومعالجة وتحليل المعطيات، وأخيرا نشر النتائج. وفيما يخص المنظومة الإحصائية الوطنية الجزائرية، هنالك هيئات تتدخل على مستويات متعددة في إنتاج معلومات الإحصائية لسوق العمل، وتتمثل في أولا المصادر الإدارية والمتمثلة في المعلومات التي توفرها حصائل التشغيل المحققة من طرف مدير العمل للوظيفة العمومية فيما يخص التشغيل في المؤسسات الإدارية العمومية، بالإضافة إلى المعطيات الواردة من نشاط الوكالة الوطنية للتشغيل والمعطيات المقدمة من هيئات الضمان الاجتماعي والمعطيات الواردة من الوكالات المتخصصة المكلفة بترقية المؤسسات المصغرة والإحصائيات الإدارية لقطاعات الوزارية الأخرى. المصدر الثاني هي المعطيات المقدمة دوريا من طرف الديوان الوطني للإحصائيات حول التشغيل والبطالة، حيث يقوم الديوان الوطني للإحصائيات بمسح لدى الأسر المعيشية والقوى العاملة لهدف الحصول على أهم المؤشرات الخاصة بسوق العمل. ويعتبر المسح الوطني حول الشغل من أهم الدعامات للمنظومة الإحصائية، حيث يمكن قياس الشغل والبطالة، كما يسمح دوريا بالحصول على وضعية سوق العمل في زمن محدد، حجم العمالة، معدل وحجم البطالة، وكذلك خصائص المشتغلين والبطالين. وفي هذا الإطار يجدر التذكير بأن إنجاز هذا المسح يتم باحترام للمعايير والمصطلحات الموصى بها من طرف المكتب الدولي للعمل. السيدات والسادة، لقد قامت الجزائر تحت القيادة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بعمل جبار فيما يخص عصرنة المرافق العمومية من خلال إدخال التكنولوجيات الحديثة وتأهيل وعصرنة الهياكل، ويتجلى مثال ذلك في الوكالة الوطنية للتشغيل وهي المرفق العمومي للتشغيل، حيث سمحت هذه الإجراءات بتعزيز القدرات في رصد وتحليل البيانات وعصرنة نظام المعلومات سوق العمل وتحيين المدونة الجزائرية للمهن والوظائف.
نظام المعلومات الموضوع من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل سمح بتوفير معلومات إحصائية دقيقة في وقت زمني قصير حول تطور مؤشرات سوق العمل وكذلك تطور المهن والمؤهلات. هذه المعلومات سمحت لقطاع التعليم العالي والتكوين المهني بتوجيه نظم التكوين لتعويض النقص أو غياب العمالة الماهرة والمؤهلة في بعض المهن بغرض موائمة مخرجات التعليم والتكوين مع احتياجات سوق العمل. فضلا على ذلك فقد تم العمل بشكل مستمر على ترقية وتحسين أداءات مختلف الأجهزة العمومية للتشغيل المتعلقة بترقية تشغيل الشباب لا سيما في إنشاء المؤسسات المصغرة ودعم ترقية العمل المأجور في إطار جهاز مساعدة على الإدماج المهني والتي بدورها مصدر للمعلومات الخاصة بالتشغيل. السيدات والسادة، وإنني أجدد في هذا المقام حرص الجزائر على دعم وتعزيز التعاون في إطار منظمة العمل العربية من أجل استكمال إنشاء الشبكة العربية للمعلومات أسواق العمل والاهتمام بالتبادل المعلومات للاستناد إليها في اتخاذ القرارات المناسبة وفتح الحوار للتعرف على اتجاهات وآراء الشباب والأدوار الذين يرغبون القيام بها لخدمة مجتمعاتهم وكذلك التعرف على الجهود والمبادرات لإحداث فرص العمل. في الختام أجدد شكري لجميع المشاركين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على وطننا العربي فضله وكرمه وأن يحقق ما يصبو الجميع إليه من أمال وتطلعات. أتمنى لكم النجاح، أتمنى لكم جميعا النجاح في أعمال هذه الورشة والخروج بتوصيات تساهم في توحيد الرؤى، وأعلن رسميا افتتاح هذه الورشة. أشكركم على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن كانت هذه